سلام للجميع، أنا مي زرقاوي، عمري 25 سنة من مجد الكروم، مصممة مجوهرات وتخرجت قبل سنة ب2020. بدأت أشتغل على مشروعي خلال آخر سنة بالتعليم. بديت أعمل مجوهرات وأشارك في بازارات وأبيع عن طريق السوشيال ميديا على الإنستغرام والفيسبوك. وبعد ما تخرجت كان عندي أكثر وقت بسبب الحجر الصحي إنه أنا أركز على المشروع فول تايم، فأطلقت أول مجموعة بشهر 12 باسم تشققات، واليوم عم بشتغل على ثاني مجموعة بتأمل إنها تكون جاهزة وتطلع بالصيف. في المجموعة الثانية بركز أكثر على ذكريات ملبوسة، واللي هي اليوم فكرتي في مشروع المجوهرات، إنه أنا باخذ قصص من البيئة المحيطة، من المجتمع، إن كانت من عادات أو تقاليد، وبحاول أترجمها لمنتجات ملبوسة. أغراضي متوفرة بيابوس أرت شوب بالقدس، برام الله بالمستودع وبنول كولكتيف، وبالشمال موجودة في سخنين في بوتيك بيوند ذا بيوتي. بنصح كل شخص اللي عنده فكرة وحابب يطورها لمنتج ويشاركها بالسوق، انه اولا اعملوا فحص شو السوق فيه، مين المنافسين تبعونكو، كيف بتقدروا تكونوا مميزين اكثر في المنتج اذا في كثير منافسين لإلكو، وما تخافوش، امنوا بحالكو واكيد رح يكون في إلكو محل وبالنجاح. تحاصرني مرايا الروح وأنا أرحل مني إليك.